بعث ابن الأحمر إلى السلطان المريني يستغيثه. لم يكن ليخفى على سلطان المغرب ما كانت قد آلت إليه الأمور في الأندلس، فقد كان كثير من أهلها لجأوا إلى المغرب واستقروا في عدد من مدنه. الذين لم يعبروا لجأوا إلى المعقل الإسلامي الأخير هناك، غرناطة. لم يكن ليخطر على بال أحد أن ما قام به السلطان المريني في ألميريا لم يرق حاكم غرناطة محمد بن محمد بن الأحمر، ذاك المعروف بالفقيه. في تاريخ الأمم والشعوب محطات، لحظات تحولات كبرى، في دفاتر التاريخ تفاصيل تغيب عن المتداول وحكايات انكسار ونجاح. الدونونية. في العام 46 و600 للهجرة، الموافق للعام 48 و200 للميلاد، كان قد انقضى على الفتح العربي الإسلامي للأندلس 554 عاما. في تلك الفترة لم يكن قد بقي في يد المسلمين سوى غرناطة، وكان ضمنها ولاية مالقا وألميرية، ثلاث ولايات لم تكن تمثل سوى نحو 15% من مساحة الأندلس الإسلامية. كانت غرناطة تحت حكم بني الأحمر، كانت لملك قشتالة فرناندو الثالث سلطة عليها بمقتضى معاهدة أبرمها مع بني الأحمر. ولأن مدينة غرناطة كانت تأوي كثافة سكانية هامة، فقد كان عصيا على جيش فرناندو الثالث أن يدخلها، وهو ما يحمل في طياته بعضا من إجابات على الأسئلة التي استفزها أمر إبرام ملك قشتالة معاهدة مع بني الأحمر وعدوله عن غزوها، كما كان الحال مع إمارات إسلامية أخرى. عدا ذلك فإن غرناطة كانت محمية بحصون منيعة عديدة. ثم إن التردد الذي كان يبديه ملك قشتالة قد يكون مرده في جانب هام منه إلى الموقع الجغرافي لغرناطة ومالقا وألميرية. كانت قريبة من المغرب، وكان فيما مضى من تاريخ قريب تجارب للإسبان مع الجيوش المغربية التي تعبر بحر الزقاق مضيق جبل طارق، كلما استنجد بها مسلم والأندلس. على مدى 30 عاما أو أزيد من ذلك بقليل، كان بنو الأحمر حكام غرناطة تحت رحمة المعاهدات التي أبرموها مع قشتالة المسيحية. في العام 73 و200 كان قد اعتلى عرش قشتالة ألفونسو العاشر، وكان ذلك الانتقال مثار ريبة وخوف لدى حكام غرناطة، وقد أثبتت الأيام أن مخاوفهم كان لها ما يبررها. في تلك السنة بدأ ملك قشتالة يخرق بشكل صريح المعاهدة المبرمة مع غرناطة، إذ صار يحشد القوات ويعد الجيوش لاقتحام المدينة وإنهاء كل وجود إسلامي في الأندلس. لم يكن في تصرف ألفونسو العاشر ما يثير الاستغراب، فقد نقض أسلاف له عهودا ومواثيق واتفاقيات أبرموها مع المسلمين. لعل محمدا بن الأحمر ملك غرناطة انتبه متأخرا إلى تلك الحقيقة المرة. لم يكن أمامه من ملاذ غير المغرب. في تلك الفترة كانت قد قامت دولة بني مرين على أنقاض دولة الموحدين، وكانت البلاد تحت حكم أبي يوسف يعقوب المنصور المريني. بعث ابن الأحمر إلى السلطان المريني يستغيثه. لم يكن ليخفى على سلطان المغرب ما كانت قد آلت إليه الأمور في الأندلس، فقد كان كثير من أهلها لجأوا إلى المغرب واستقروا في عدد من مدنه. الذين لم يعبروا لجأوا إلى المعقل الإسلامي الأخير هناك، غرناطة. تصف الكتابات التاريخية لتلك الحقبة السلطان يعقوب المنصور المريني بالورع والتقوى، كما كانت تتحدث عن انتصاراته على كل من نازلهم. قد يكون كل ذلك ما حفز محمدا بن الأحمر على توجيه رسل له إلى فاس. دون ما تردد استجاب السلطان المريني لاستغاثة حاكم غرناطة، وأعد الجيش وأمر بالتحرك شمالا.
ووفق مشاهد تكررت فيما مضى من حقب على عهد الموحدين خاصة عبر الجيش الماريني مضيق جبل طارق، كان عدد الجنود الذين تمت تعبئتهم يقدر بعشرة آلاف جندي. في سبتمبر من العام 76 ومئتين وألف التقى جيش المارينيين بقوات مملكة قشتالة المسيحية. تقول الأخبار إن عدد الجنود الذين ضمهم جيش قشتالة زاد على 90 ألفا، وكانوا تحت قيادة دون نونيو ديلارا. تقدم أبو يوسف يعقوب المنصور إلى صفوف جنده وحفزهم على القتال وأذكى في نفوسهم الحماس، ثم اشتعل أوار المعركة والتحم الجيشان. وقد تمكن المسلمون بقيادة السلطان الماريني وبرغم قلة عددهم في مقابل جيش ملك قشتالة من تحقيق نصر باهر. تقول الروايات المتداولة إن ما لا يقل عن 6 آلاف من جنود جيش قشتالة قتلوا في تلك المعركة، وكان من بين القتلى قائد جيش قشتالة نفسه دون نونيو ديلارا الذي منح اسمه لتلك المعركة، كما وقع في الأسر 8 آلاف جندي. لم تنتهي مهمة المارينيين في الأندلس بانتصارهم على جيش قشتالة في موقعة الدونونية. بعد المعركة مباشرة انقسم جيش المسلمين قسمين، قصد قسم منه مدينة جيان وفتحها، بينما قصد الجزء الآخر يقوده يعقوب المنصور الماريني نفسه إلى إشبيلية وفتحها وصالح أهلها على دفعهم الجزية. بعد تلك الوقائع بثلاثة أعوام ثار سكان إشبيلية، فعاد إليهم يعقوب المنصور بجيش جديد وحاصرهم مرة أخرى، وانتهى الأمر بصلح جديد على جزية يدفعونها. في عودته تلك إلى الأندلس واصل يعقوب المنصور الماريني متقدما إلى قرطبة وضرب عليها حصارا وأرغم حكامها على صلح مقرون بدفعهم الجزية. معركة الدنونية من تلك المعارك التي كان لها ما بعدها، ولعل ما كان بعدها أهم وأنفذ أثرا. لما كان أبو يوسف يعقوب المنصور قافلا إلى المغرب بعد أن أخضع قرطبة، صادف مروره بألميرية، وهي واحدة من الولايات الثلاث التي كانت تشكل مملكة غرناطة، صادف مروره وفاة حاكم ألميرية، وآل أمر المدينة إلى ابن الحاكم المتوفى، وكان شابا أعجب بكل ما قام به السلطان الماريني، فعرض عليه أن يتولى حكم المدينة. وافق أبو يوسف يعقوب المنصور الماريني على ذلك الطلب، وخلف على المدينة قوة من 3 آلاف جندي، ثم استقدم من المغرب 3 آلاف آخرين، جعل لهم رباطا في جزيرة طريف، حيث هم على استعداد للتحرك ما أن يستنجد بهم المسلمون. لم يكن ليخطر على بال أحد أن ما قام به السلطان الماريني في ألميرية لم يرق حاكم غرناطة محمدا بن محمد بن الأحمر ذاك المعروف بالفقيه، ولعله خاف على حكمه، فقرر الارتماء في أحضان ملك قشتالة المسيحي يطلب مساعدته على طرد السلطان الماريني وقواته من جزيرة طريف. جاء ملك قشتالة بجيشه، وجاء محمد بن الأحمر الفقيه بقواته، وضرب طوق حصار على جزيرة طريف. نحن الآن في العام 79 ومئتين وألف. ما أن تناهى إلى السلطان الماريني خبر تحرك ملك قشتالة وابن الأحمر حتى بادر إلى العودة إلى الأندلس، وكانت معركة أخرى انهزم فيها جيش قشتالة، ووجد ابن الأحمر نفسه وجها لوجه مع السلطان الماريني الذي أنقذ حكمه وحكم أبيه من قبله. عكس كل ما كان متوقعا عفى عنه أبو يوسف يعقوب المنصور الماريني وأعاده إلى حكمه، وكان موقفا حكيما كما كان من قبل موقفه حكيما لما فتح إشبيلية ولم يطلب قصرا ولا متاعا غير كتب المسلمين التي كان المسيحيون قد استولوا عليها خلال حروبهم على الممالك الإسلامية في الأندلس، وقد جيء إليه بكتب كثيرة، وكان ذاك ما أنقذ العديد منها.
كما كانت نجدة المارينيين لمملكة غرناطة، ما أجل سقوطها بقرنين من الزمن. لحظات في التاريخ، من إعداد وتقديم عبد الصادق بن عيسى.